الراديو 90-90 هواها مصري. اهلا وسهلا بيكم وحدوته جديده من حواديت الملاعب. الحدوته بتاعتنا النهارده عن بوشكاش بورسعيد مسعد نور المشهور بالكاستن، واحد من علامات وابرز النجوم اللي جت في تاريخ النادي المصري البورسعيدي. الراجل ده له صوالات وجولات في الكره المصريه. مسعد نور بيعتبر تاني الهدافين التاريخيين للنادي المصري البورسعيدي بعد ما سجل 87 هدف في بطولات الدوري بفارق جولين 2 بس عن السيد الدوزوي أسطورة النادي المصري. مسعد نور من مواليد 23 إبريل سنة 51، اتولد على فكرة بورسعيد، ويوم ميلاده هو نفس يوم وفاته بعد ما توفى يوم 23 إبريل برضه سنة 2011. كابتن مسعد بدأ مشواره مع الكرة في صفوف الناشئين بنادي بورفؤاد سنة 1966، واللي ناس كتير ما تعرفوش إن مسعد نور بدأ كرة كحارس مرمى مش كمهاجم، وكان هو الحارس الأساسي لناشئين بورفؤاد، وكان حارس مميز كمان، وكان بيتميز إنه على طول بيتقدم من جوله علشان يساعد خط الدفاع بتاعه. حارس مرمى مودرن بالمواصفات بتاعت اليومين دول. وفي ماتش من ماتشات بورفؤاد طلع مسعد نور من جوله وقطع الكرة من على حدود منطقة جزاء فريقه، بس ما شتتش الكرة عادي ولا حاجة زي ما كل الناس ما بتعمل. فضل ماسك الكرة ودخل بيها على نص الملعب، وكان بيرقص ويعدي من أي لاعب يدخل عليه، قطعهم ترقيص. وكان سامع صوت المدرب بتاعه وقتها، كان اسمه كابتن جابر موسى، بيزعق له ويقول له باص الكرة لزمالك علشان ترجع الجول، الجول فاضي. مسعد نور يسمع الكلام، لا ما خلصوش برضه، فضل ماشي بالكرة لحد ما راوغ تقريبا كل الفريق اللي قدامه، وصل للمرمى ورقص الجون كمان وجابها جول. قال له ايه الجنان ده؟ بعد ما سجل الجون مسعد نور لقى المدرب بتاعه جابر موسى داخل الملعب وراح عليه وقال له اقلع التيشيرت بتاعك. مسعد نور افتكر ان المدرب هيعاقبه ولا حاجه، ولا هيضربه ولا هيجلده ولا حاجه. فضل يعتذر له على اللي عمله وانه طلع من الجول بتاعه بالشكل ده. الراجل قال له خلاص ده هيجلدني، بس الحقيقه المدرب ما كانش قصده كده خالص، ده من اعجابه بمهارات مسعد نور قال له اقلع تيشيرت حارس المرمى والبس التيشيرت ده رقم 10. المهارات دي كلها ما ينفعش تدفن في مركز حراسه المرمى. قال له كده بالظبط، انما تخلص الحكايه كده وخلاص؟ لا، لسه مكملين معاكم بعد الفاصل. قلع مسعد نور التيشيرت بتاع حارس المرمى ولبس التيشيرت رقم 10، ده المدرب بتاعه هو اللي عمل كده. وفعلا ومن ساعه الواقعه دي بقى الراجل من حارس مرمى لمهاجم الفريق علشان يبدأ مشوار التألق في الملاعب المصرية. ورغم حب مسعد نور الكبير لبورسعيد وللنادي المصري، اللي كان بيروح الاستاد في كل ماتشاته علشان يتفرج على نجمه السيد الدوزوي، بس حرب 67 منعته من الانضمام للنادي المصري بسبب ان الفريق اتجمد علشان الحرب. بعد تجربته مع بورفؤاد لعب مسعد نور في نادي المنصورة لحد ما جه ماتش ودي للمنصورة قدام الزمالك، ظهر فيه مسعد نور بشكل مميز علشان يلفت انظار المسؤولين في الزمالك، ويتنقل بعدها للقلعه البيضاء ويلعب معاهم موسمين بس، ويقرر بعدها انه يرجع لبلده بورسعيد وللنادي اللي كان بيحبه وبيشجعه اللي هو النادي المصري. والطريف بقى ان اول ماتش لمسعد نور مع المصري كان قدام الزمالك، وكان ماتش مصيري للزمالك في حسم الدوري، وكان بيتلعب على ملعب حلمي زاموره. الزمالك كان محتاج الفوز علشان يفوز بلقب الدوري، والنتيجه كانت 1-0 للزمالك طول الماتش. ومسعد نور كان احتياطي ونزل في الشوط الثاني، وبعد ما نزل سجل هدف التعادل للمصري في الدقيقه الاخيره للماتش عشان الماتش يخلص 1-1 ويضيع لقب الدوري من الزمالك. الرساله دي مهمه من زمان هي وبتتقال، النزاهه والشرف في كره القدم هي شيء اساسي. مسعد نور كان بيحب بوشكاش أسطورة ريال مدريد وطريقة لعبه. على فكرة الاتنين كانوا شبه بعض بحسب كل الناس المعاصرين للفترة اللي كان موجود فيها الكابتن مسعد نور، علشان كده سموه بوشكاش بورسعيد. مسعد نور لعب مع المصري من سنة 71 لغاية ما اعتزل سنة 85، وكان بيجي له عروض كتير من الأهلي والزمالك ومن أندية الخليج وبمقابل مادي كبير، بس هو دايما كان بيرفض العروض دي، وكان مصمم انه يستمر في المصري وفي بورسعيد لحد ما يبطل كوره، وده اللي حصل فعلا. الله يرحمه كابتن مسعد كان من نجوم كره القدم المخلصين بجد. الحدوته بتاعتنا خلصت وحوادتنا كمان خلصت. استمتعنا بيكم جدا جدا خلال شهر رمضان، وحاولنا على قد ما نقدر نبسطكم ونسعدكم ونقول لكم حواديت ما سمعتوش عنها في الملاعب. نشوفكم على خير
في رمضان اللي جاي إن شاء الله بإذن الله لو في العمر بقي.